دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا. هيا بنا. باتت الفنانة المغربية دنيا بطمة ممنوعة من مغادرة التراب الوطني رسميا، وذلك للاشتباه في علاقتها بحساب حمزة مومبيبي المثير للجدل. وحسب مصدر إلكتروني فقد جرى إصدار قرار بحجز الهاتف النقال لدنيا بطمة إلى جانب جواز سفرها في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المجراة في القضية. ونفت خريجة برنامج عرب ايدول في وقت سابق وجود اي علاقة لها بحساب حمزة مومبيبي، فيما اكدت اليوتيوبر سكينة غلامور تورط دنيا بطمة برفقتها ايضا في القضية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بحر الاسبوع المنصرم للتحقيق، اذ يشتبه في تورطهما معا في القضية الى جانب افراد اخرين. وتتواصل الابحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للوصول لكل الاشخاص المرتبطين بالحساب المثير للجدل حمزة مومبيبي موضوع الشكاية المتعلقة بتكوين عصابة اجرامية تنشط في مواقع وهمية أسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليه القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية. محمد رمضان يستعد لحفل اليوم بمراكش، وهذه رسالته للمغاربة. يتواجد النجم المصري محمد رمضان حاليا بمدينة مراكش الحمراء، وذلك استعدادا لحفل اليوم الذي ستحتضنه ساحة جامع الفنا. وكان محمد رمضان قد أجرى بروفا غنائية استعدادا لحفل اليوم، وهي الاستعدادات التي نشر جزءا منها عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام مرددا فيها عبارة عاش المغرب ملكا وشعبا. وقد أرفق الأسطورة المصرية شريط الفيديو هذا بتعليق جاء فيه: من بروفا أمس الاستعدادات النهائية لأقوى حفلة في مراكش غدا في ساحة جامع الفنا، ثقة في الله نجاح. ومن المنتظر أن يحيي محمد رمضان اليوم الأحد حفلا غنائيا من تنظيم الفنان متر جيمس الذي سيشارك بدوره في الحفل إلى جانب كل من داجو لارتيست أمين أمينوكس والحر. ويشار إلى أن محمد رمضان سبق له أن زار مؤخرا مدينة مراكش، وذلك من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيته الأخيرة السلطان، والتي حققت نسبة مشاهدة فاقت 17 مليون على موقع اليوتيوب. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.